السلام عليكم الاخوان وثم الاخوات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ 55 ما كيميشوش. الله يحفظكم ليا، تبارك الله عليكم. اليوم غادي نرد على كنرد على الاسئله، كيسولوا لي الاسئله اللي كتسولوني بزاف. اليوم غنعطيكم اسئله والاجوبه. اليوم الفيديو خاص يعني بالطريقه كيفاش المعامله ديال النساء. قالوا لي كيفاش المعامله ديال النساء، كيفاش النساء دايرين، واش النساء صالحين للزواج، واش ما صالحينش للزواج. اليوم غنهضر يعني داكشي اللي تنعرف، وداكشي اللي عشت، وداكشي اللي كيعيشوا الناس. ولكن وديك الساعه دبر راسك. غير اللي بغيت نوصل الاخوان والاخوات، انا ما كنطيحش بالنساء ديال امريكا اللاتينيه. ربما هادشي اللي غادي نقول لك كاين في العالم كامل، ولكن انا كنهضر على بوليفيا وامريكا اللاتينيه. ونحاولوا نحطوا شي حوايج داخل قوسين كما تيقولوا الاخوان. انا ملي كندوي حاولوا نتوما تفهموا، حيت راه كاين بزاف ديال الناس على القرص، ما تيبغيونيش، ما حاملينيش على القرص. كاين ناس مجوزه يعني مزوجه، كاين ناس دايره الاولاد، كاين ناس بزاف ديال الحوايج. لهادشي اللي غنقول لك انا ربما غير ما يعجبوش وتيقلبوا ليا، كملوا من عندكم نتوما. انا ما نحتاجش نلقى نشرح بالخوشيبات والروينه، لا نتوما فهموا من عندكم. يعني انا غنعطيك راس الخط وكمل من عندك انت، انا غنهضر وانت كمل من عندك. ما تتسناش انا نبقى نجيب لك الخوشيبات على الحانوت وتبقى نقول لك نحسب لك الخوشيبات، كمل من الدماغ ديالك. المهم وما كنطيحش بالنساء. هادشي اللي غنعاود عليهم، السلبيات ديالهم الايجابيات ديالهم. ديما تيقول لي حتى علاش ندير هاد الفيديو، هذا كيسولوني بزاف. وكاين شي واحد تيقول لك ديما انت كدير سلبي. اليوم غنحكي لك السلبيات والايجابيات ديال العيالات انا في امريكا اللاتينيه، وغادي نبداو لك بالايجابيات ونأخروها بالسلبيات اسي محمد. ولكن عطيني دماغك، عطيني دماغك. كاين دابا اللي انا كما قلت لكم ما يبغيوش هادشي اللي غنبقى نعاود. وانا لا اعمم، انا كنقولها في فيديو، انا كنقولها الفيديو الاخوة، انا لا اعمم. انا كنهضر على واحد الفئة، فما تكون فئة كثيرة كملوا من دماغكم، وين فئة كثيرة نقولوا. ولكن انا لا اعمم في البشرية، في النساء ما كنعممش فيهم. وشي نهار غنديروا توما فيديو على الرجال القضية ديالهم. الاخوان الايجابيات ديال النساء ديال امريكا اللاتينية، ايجابيات هي المعاملة. المعاملة ولكن يعني ما تسمعش المعاملة تقول لي وصافي راه كاينة القضية، تصنت ليا وحل لي ودنك مزيان، غنبدا ليك وانا غادي ليك. المعاملة بخصوص نقولوا مثلا تعرفتي على شي دري في امريكا اللاتينية، تتعامل معاك بالرجولة، ديبار فهمتيني، تتعامل معاك بالرجولة. لو انا نقولوا مثلا، وكاين الفرق عاوتاني ملي كتكون مزوج بها وكتكون صديقة ديالك، نقولوا مثلا وحدة السيدة صديقة ديالك، يعني تكون صديقة ديالك معاملة رجولية، تعاونك ماديا معنويا، كونوا واضحين. إلا هي عندها تعاونك ماديا معنويا، ما عندهاش واخا تعرف دير المستحيل تعاونك ماديا معنويا، هما القضية مزيانة ياك. كانت صديقة ديالك وتعاملت معاك وفي الاخر يعني كتعامل معاك رجولة، وهادي ما تلقاش المشاكل معاها، ما تلقاش داك يعني داك لو فين كنتي لو واحد، تعي صديقة انا يعني حنا اصدقاء. مور داكشي نقولو حنا تزوجتي بها، كيما تزوجتي بها، انا كنقولك مثلا الصديقة في الاخر تزوجتي بها اولا شي وحدة في الله شي وحدة تعرفتي عليها وتزوجتي بها، نفس المشكل. نهار كتزوج كتبدل، اون فوا كتزوج كتبدل، مازال الا تزوجتي بها كتبدل واحد شوية المعاملة، كتبقى وتتعامل معاك معنويا ماديا الرجولة وداكشي راكم عارفين. اون فوا كيتزاد الولد، ديري اون فوا كيتزاد الولد، كتشدك ديك الشدة ديال كتعرف دوك اللي كيزيرو البودرات ديال الحديد السوارت، كيبقى يزير في الخط سميتو لي البودرات، يعني لي الحداد اللي عندنا حنا كنقولو مع البنايه. اون فوا كيتزاد الولد
السي محمد كتشدك الشده ديال القاط، الشده ديال القاط غتولي تولي تقول لك فين كنتي، مع من هضرتي، على التليفون. هادي عاد الدراري راه كاين شي وحدين كيبداوهم كي اون فوا كتزوج بك كتبدا بك كتبدا لك داكشي كامل، ولكن نهار كيتزاد عندك الولد ولا بنت كتزيد تورك عليك ورك. ماكاينش، انت كتولي تطلب السله بلا عنب، السله بلا عنب، ما انت ما انت هاك وما انت هاك، شنو دير راسك؟ راه مابقاش غنوض على سحوايجي ونزيد ولا لا، مابقاش في داكشي. السي محمد ترك عندك الولاد معاها، صار عندك ولاد معاها، الا بغيتي دير هاد الحاجه هادي خصك تخوي بها بشي طريقه يعني سكوتيه، البلاد تخويها ما دي ما تجيب، البلاد ماشي المدينه، البلاد البلاد انا كنقول لك البلاد ماشي المدينه، البلاد اللي انت كتعيش فيها تخويها بلا ما تدي ما تجيب هي، لكن كنلقاو انت ما عندك ريال في الجيب، الكونت عندك خاوي ما فيه لا درهم لا جوج، حيت اصلا كتصرف عليك، كتصرف عليك انت والبنت اللي عندك ولا الولد اللي عندك كتصرف عليكم بجوج. تمام، ما تقدرش تخرج للقنت غير للقنت، المهم عليناش كتولي يعني القضيه صعيبه، واخا حتى كتكون الزواج كتعامل معاك الضحك والنشاط وهادي، ولكن كتولي تراقب لك التليفون، تولي فين غادي فين كنتي، ارى ليا مع من هضرتي، او تقدر دير لك دير مضراري عندك تنسى، راه واخا ما دير والو دير لك ليفانت، ولكن تشوف انت بغات دير ليفانت دير كاردي كاردي مزيان كاردي اللعبه ديالها كاردي على على سميتو باش ما ديرش ليفانت، عرفتي شكون هو هادشي، حيت راه غادير لك واحد دو ديريكت ودي كلشي غتنعسك، انت ما تقدرش توشيها، انت غتوشيها غير شفتوك الخريزو الخريزو، واش فهمتي، غتوشيها غير شفتوك الخريزو، غتغير تغوت عليها غير شفتوك الخريزو، هي غتقول لهم دير لي وفعل لي وطرق لي لها، ما شتيها دارت لي كات وبغات دير لك ضربات ديال البدر هاري غير خليها دير لك ضربات ديال البدر هاري، او لا هرب اخوي، هادشي اللي تعاود لك راه التجارب اللي دازو علينا واللي دازو على الناس، ماشي انا كنهضر، شفتي بغات تضربك راه خليها تضرب، غير كاردي كاردي خليها تضرب، قلت كاردي كاردي على مشوار واش حياة هادي، والله الله يلعن بويا حياة حياة هادي، حنا الناس غادي تحسن الوضعية الناس غادي تحصل الوضعية على جينا نضربو مع العيال، دابا حياة هاد الدراري دابا بالنسبة لي الحياة هادي، انت غادي تدبر على راسك وتحصل الوضعية وجي كضرب العيالات في امريكا في امريكا اللاتينية، ودابا حياة هادي دابا عطوني نتوما، المهم ها كاردي، راه قلت لك ها كاردي، ما تضربهاش ما تعايرهاش ما تقيسهاش، كاردي خلي دخل لك واحد جوج كروشيات مع الدخلة ديال جوج كروشيات قلب على الباب فهمتيني، وهرب اخويا الزين ما تقيسها ما والو، هادي تجربة اللي دازت عليا ودازت على عدد ديال الناس، حيت انا تقيس المرأة ولا تعايرها ولا تسبها غيديوك الخريزو، الخريزو ديال هنا ماشي هو خريزو ديال المغرب ولا ديال اوروبا ولا فهمتي، اما راه بقاو ديال الدراري باش نكونوا واضحين، خصوصا الا مشيتي على المرأة هادي بلا ما نشرح لك شنو غيوقع لك، هادي فيهم سلبية يعني فيهم يعني عندهم ايجابيات والسلبيات، المعاملة تعامل معاك مزيانة فهمتي ماديا معنويا وهادي، ولكن راه كتوصل واحد الوقيتة راه كارثة، والديفو اللي انا ما كيعجبنيش فيهم الدراري، انا كي في امريكا اللاتينيه كيتوقوا تيتوقوا بزاف بالتعويض، يعني عندهم ديك سميتها شي، باش نقول لكم راه كاين الكور وكاين وكاين، ما كنقولش هاد الكور التعويض كيتيقوا به بزاف، واش فهمتي التعويض هما تيتيقوا به بزاف الاخوان، هادي الطريقه بعدا نهار كتبغي تسلمي يديها و كدير لك ديال بدر هاري وكتقلب لك على جميع الحلول، تقدر تبقى تقلب لك على التعويض، تقدر تقلب لك على شي طريقه تسافر للحبس، المهم راه داكشي كنقول لكم راه كاين الناس اللي كيعيشوا، راه كيكتبوا في الكومونتيرات عندك واش صحيح هادشي، اللي عايش في المغرب وما تيعندوش التجربه ديال هادشي وما كيعرفش هادشي يقول لك انت كتزعبل وانت كتخربق وانت كتكور وتهضر على الاول، فهمتيني باش نكون واضحين، وهما عشاقات وبلالات، نهار يخطيك الموتور نهار يخطيك الموتور نهار يخطيك الاكسيلاتور زك الموتور كدور، دابا باش نقولها لك، نهار يخطيك الموتور فما عندك تكملها، من نهار يخطيك الموتور نهار يخطيك الموتور ديالك ما كيخدمش
لبابا الحباب. ما تقصد ديرك بابا الحباب ولكن غتعذبك في الحياه ديالك، هذا هو المشكل. وانا غادير لك لبابا الحباب راه كاين عشاقات وملالات، وتقدر انت تكون مزوج بها، وانت مزوج وعندك الاولاد مع واحد اخر، حاجه عاديه ما تقدرش انت تشوفها ولا تلقاها، ما تقدرش تهضر معها، ما تقدرش صاحبي تدوي معاها يا صاحبي، تشوفها معاه مع واحد اخر خارج من البلاصه اللي تيديروا فيه، ما تقدرش انت تهضر فيها يا صاحبي، لا ما تقدر تهضر بالله. اش غتقول ليها؟ واش فهمتي؟ وعندو مو واحد المشكل دابا تقريبا، انت قبل ما تعرف عليها انت قبل ما تعرف عليها كانت تعرفت عديد ديال الناس، راه هادي ماشي دوله اسلاميه باش نقولوها هو الواحد، لا 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 لا، انت قبل ما تعيش معاها ولا تزوج بها وكارثه، فهمتيني؟ لا يعد ولا يحصى، ومن هادوك لا يعد ولا يحصى عندها شي وحده ما تقدرش تنساهم، من هادوك ديال لا يعد ولا يحصى ما تقدرش تنساهم، لو واخا انت تكون تزوج بيك، لو دير معاك الولاد، لو تكون كتحبك انت، كتحبك حيت لقات فيك الشيء اللي بغات ديك اللحظه، لو تكون كتحبك وكتبغيك ودايره معاك الولاد، ولكن عندها شي وحدين من هادوك الشله اللي قبل انت ما تتعرف عليها ما تقدرش تنساهم هي. انا عطيك من هنا، الو، انت راك في الخدمه وهي راه في الخدمه، انت راك في الدار وراه هي في الخدمه، كملها من عندك انت، يعني فيهم الطريقه خايبه. لا اعمم باش نعاودو نكرر، واللي بغى شي حاجه مرحبا به، لا اعمم، انا كنهضر على واحد الفئه، نتوما كملوا من عندكم، راه كنقول لكم راه كاين الناس اللي ما حاملينيش وتيقلبوا لي على في سميتو تاني. لا اعمم الاخوان ولا اعمم، انا كنهضر وهذا الشيء يعني اللي كنقول ماشي غير في امريكا اللي تولي في بوليفيا، كيف العالم كملوا من عندكم، كيف العالم راه في دوله اسلاميه وفي هذا الشيء كنقول دول اسلاميه، وفما شي كنقول لكم، ولكن انا كنحذرك وكنقول لك شنو كاين، حيت كاين الفرق ما بين هنا والمغرب واوروبا، كاين الفرق بزاف. غتجي انت لواحد البلاد اللي مكرفصه وغادي تكرفص فيها راسك، وتلقى المراه، تلقى ديك المراه تطيح معها حتى هي، هادشي كيف هادشي اللي كنعاود لك انايا، ودابا الحياه هذيك، هذيك الله يلعبوا حياه. واش فهمت الاخوان؟ الله يلعبوا حياه. هنايا وتقد ضربك، قلت لك ضربك والله حتى ضربك ضربك ما تقدرش تردي عليا، غتنقولها لك، مابقاش تنفخ عليا تقول لي لا واش نتا مريض، واش هذا حمق، واش هذا، والله يمك تشبع فيك تصرفيك، ولا لا دويتي، ولا كنتي راجل هزيني فيك غير هز فيها عينيك، غتشدك تجمعهم عليك بحال هكايا، والله يمك تديرها لك بالله، وقيسها توشيها، هضر معاها سبها، واش خبارك هنايا في الشاط سبتك للحبس، واش خبارك هنايا غير الشاط تكون كتسبها في الشاط، ولا كتعايلها في البلاد ديالها في الشاط، ولا واش فهمتي، واش عرفتي غير الميساجات هادو غيتصدك بين الحبس ولا ما عرفتيش؟ وانت براني وسط واحد البلاد وباغي دير فيها السيطره ديالك، ما يمكنش اصاحبي، خصوصا في امريكا اللاتينيه داك الشيء صعيب عليك بزاف، واش فهمتي؟ صعيب عليك بزاف، وهذا الشيء كنقول راه يفهموه الناس اللي عايشين هنا، والناس اللي عندهم فكره، والناس اللي كيعرفوا شنو كاين في العالم، هما اللي تبقى الشيء كنقول لكم انا هنا، ما تقدرش تقيسها الاخوان. وهنايا لو انت هذيك السيده اللي انت معاها مشيتي ديتي غير الصديق ديالك معاك للدار، وشافت الصديق ديالك وعشقات فيه، راه خصها فهمتيني، راه غادي تقلب الطريقه كيفاش تلاقى مع الصديق ديالك وتمشي تنعس مع الصديق ديالك، فهمتيني؟ باش نكونوا واضحين، وهنا اللي لاحظت فيهم راه ماشي لكم عشاقه وملالات، راه هي هنايا غير العوينات، الا عجبوها غير العوينات ديالك، غير العوينات تكون عاجبك، هي العوين وتبغي تنعس معاك على ودوك العوينات اللي حيت عاجبين عويناتك، عندك النيف زوين عجب النيف ديالك، خص هي تنعس معاك على ودك النيف اللي عندك، عندك الشعر شي حاجه واعره ماشي بحال هاد الزديكس هذا، شي شعره قويتك تبغي تنعس معاك على ودك الشعر اللي عندك، عندك يعني شي فورمه اللي هي عجبتها تبغي تنعس معاك، واخا يكون عندها الراجل، واخا تكون مزوجه، واخا يكون عندها ولاد، عادي تهضر معاك ودير معاك وتلقى التليفون وتلاقاو في بلاصه وسير دكا، وهي تخرج عندك نتايا تمشي المهم تمشي تتعيط لك وتمشي تلاقا وديروا داكشي اللي ديروا، وتمشي ترجع عندها للدار وتلاقى مع الراجل ديالها وتبوسو في الفم بحال ما كاين والو، بحال هو راه في السكا غيطا الاخر، راه غيطا واحد اخر عاد جايه عندك نتايا، وكيما حتى واحد مغربي ولا مصري ولا جزائري نفس المشكل كيوقع له،
راك مزوج بيها وهادي وعايش معها، راه غيطا لك واحد غيطا لك واحد عرقها وجابها وجات لك للدار عاوتاني بحال ما كاين والو، دخلت الدوش وهادي حبي وهادي، انا كنموت عليك كنتصالك، ولكن راه غيطا واحد اللي كان عرفها قبال منك، اللي كانت هي عندها واحد العلاقه طويله ما قداتوش تنساه، عندها واحد العلاقه طويله معاها فهمتي، يعني مطوله معها العشره، يعني صافي نهار مطوله معها العشره، صافي نهار وصلوا تفارقوا وما تفاهموش وداكشي تفارقوا ولا شي ولا كان شي حاجه وش واحد كيقرا معاها في المدرسه ولا شي حاجه تفارقوا تفارقات معاه وداكشي كيبقى ليها هنايا، هي كتعيط له ماشي هو اللي كيعيط ليها، هي كتعيط له وكيغيطها لك وانت كت بحال الضبع واش فهمتي. هادشي نقول لك راه ما الله يجيب اللي فهمني كنقول شي، كنقول لك انايا صعاب الناس صعاب شي واحد يديرو، والقضيه اللي فيهم زوينه كما قلت لكم القضيه المعامله، يعني كيتعاملوا بواحد المعامله تتعامل معاك داكشي ماديا معنويا وين كتعامل معاك، هذه هي الايجابيه اللي فيهم مثلا. فيهم واحد الايجابيه مثلا هي مثلا نقولوا حنايا شي واحد بالطوموبيل ما واخا يكون بالطوموبيل كما بغات تكون ما كنهضرش مع شي ممكن كما كنعممش، راه شي وحدين كاين شي وحدين واخا تجي واحد شي واحد دابا عنده طوموبيل سايق طوموبيل ويجي زعما يزل عليها تقدر تسبو مثلا، الا كان كيزل عليها مازال الا جي يهضر معاها ديال نورمال راه حاجه عاديه، ولكن باش يبقى يزل عليها باش زعما على الطوموبيل تسبو فهمتي، تسبو تقول له سير دي ديك القصد ديالها لوحه في الزباله فهمتيني، يعني فهم القضيه انا عجبتني صراحه الله لخطا بزاف ديال النساء، وكاين نساء عاوتاني اللي كنقول لكم راه ما تقدرش هادشي اللي كنقول كامل ما فيهمش، انا في امريكا اللاتينيه، انا في امريكا اللاتينيه وبوليفيا كاين شي ناس بحال شي نساء راه ما فهمتي عندها الراجل كتحترم الراجل ديالها ما تقدرش توشيها فهمتي، اون فوا تهضر ما تقول لك شوف سمح لي انا راه عندي الراجل بوندو فيرا واش فهمتي، وليك نيشان كاين هاد النساء هذا شبيك لكم، لا اعمم الاخوان عرفت كنت الدراري سديت الشيجان باش يبقى تسمعوا مزيان، لا اعمم فهمتيني كنهضر يعني الواقع هذا ما كانت الدراري. المهم الله يدير شي تاول الخير، الايجابيات راه قلنا واحد شويه الايجابيات، المعامله ماديا معنويا كتعاونك في الاستطاعه، الا كان في الاستطاعه ديالها حبا يمر كتعطيك حبا الحب ديالها وداك الشيء، ولكن راه فا مول الكوارث كما كاينين بزاف ديال الحوايج ما كتعرفهمش، عند الاصدقاء ديالها اللي كان قبال منها كيقراو معاه وداك الشيء راك عارف، المهم بزاف ديال الحوايج فهمتي هذه خصكم تعرفوهم فهمتيني، المهم تحياتي ديرنا داك اللايك والبارطاج وغنجيبو لكم شي حاجه جديده.